الراديو 90 90، هواها مصر. من جديد كل سنة وكل مذيعي الراديو والإذاعات المصرية بألف خير. بنحتفل مع بعض في شهر فبراير باليوم العالمي للإذاعة اللي كان يوم 13 فبراير، وهنحتفل بالإذاعة المصرية تحديدا، وبنتكلم كل يوم عن برنامج كان من الأساسيات للإذاعة المصرية ومذيعين كانوا وسيظلوا من أعلام الإذاعة على مر العصور. من هنا من الراديو 90 90 بنقول لكل مذيع اتربينا على صوته وتعلمنا منه ولازلنا بنتعلم منه لحد دلوقتي، شكرا، كل سنة وانت طيب. كمان كل سنة وكل المذيعين الزملاء في كل الإذاعات المصرية الحكومية والخاصة بألف خير، كل سنة وكل الإذاعات الحكومية والخاصة بألف خير، كل سنة وكل من هو قائم على الإذاعات وبيحاول يقدم ما هو مختلف، من أكبر حد يعني مقاما لهم وأصغرهم زي حالاتي. كل سنة وكل واحد بيحب يسمع الإذاعات ومتابع الراديو وبيحب دايما يكون من متابعي الصوت ويسمع الناس بس كده من غير صورة، ويحب يسمع الراديو ويعرف ويتخيل ويعيش بخياله مع الإذاعة. كل سنة وانتوا دايما طيبين. النهاردة هنتكلم عن كلمتين وبس. البرنامج ده طبعا كان بيقدمه الفنان الكبير الراحل فؤاد المهندس رحمة الله عليه، وكان من كتابة الكاتب الكبير الراحل أحمد بهجت، ومن إخراج يوسف حجازي، وكان بيذاع على إذاعة البرنامج العام حوالي كده الساعة 8 صباحا. برنامج كلمتين وبس بدأ سنة 1968، مدته كانت بتكلم في 5 دقائق. يعني دايما اللي أنا بقوله ولو تاخدوا بالكم بقوله لكم دايما، في الراديو خير الكلام ما قل ودل. فأستاذ فؤاد المهندس كان بيقول كلمتين وبس، لكن في الكلمتين دول كان بيقول حاجات كتير والله جدا مهمة. كان بيعالج السلبيات وبيناقش السلبيات الموجودة في المجتمع والسلوكيات الخطأ اللي بنعملها في حياتنا اليومية. وكان أوقات الفنان فؤاد المهندس بيستخدم شخصيات في عرض الأحداث زي شخصية فهيمة فندي وشخصية سيدة فندي. واستمر الفنان فؤاد المهندس في تقديم البرنامج لمدة 27 سنة، وبعدها كانت بتتم إعادة الحلقات القديمة. الفنان فؤاد المهندس رحمة الله عليه كان دايما ينهي الحلقات بجملة شهيرة جدا اللي تابعها أو يبدأ يتابعها، كان بيقول مش كده ولا ايه. من اشهر المواضيع اللي ناقشها برنامج كلمتين وبس الرشوة والوسطة والمحسوبية ومشاكل المرور والقمامة والامتحانات والقلق اللي بتعيشه البيوت في الفترة دي، والتدخين وكثرة الانجاب والزواج المبكر واتقان العمل وغيرها من مواضيع بتمس المجتمع، وقدمها في قالب، مش هنقول قالب دمه خفيف، قالب فؤاد المهندس. بعد توقف البرنامج ووفاة الفنان الراحل فؤاد المهندس كان في محاولات كتير لإعادة نفس التجربة لبرنامج كلمتين وبس بأشكال مختلفة ومش باسمه. يعني ناس حاولت تقدم البرنامج، وبقى يعني لو تاخدوا بالكم في كل الإذاعات دلوقتي في البرنامج اللي هو بيقول المعلومة صغيرة، يعني مثلا زي برنامج أستاذ أسعاد يونس في راديو 90 90، زي ما بقولك كده برضو بيقدم حاجات حلوة جدا. فكان هو اللي بدع، الأستاذ فؤاد المهندس هو اللي بدع المدرسة دي. وكمان اتحاد الإذاعة والتلفزيون حول البرنامج لمسلسل رسوم كرتونية. في ناس هجمت الفكرة دي، وبعض من ورثة القائمين على العمل من أبناء الكاتب الراحل أحمد بهجت يعني ما كانوش معجبين بيها. ومن يوم 18 سبتمبر 2016 بدأ الفنان الجميل شريف منير في تقديم برنامج كلمتين وبس مرة تانية على راديو النيل الإذاعات الشقيقة، والحلقات بتكتبها الأستاذ حنان إسماعيل، ومن إخراج أستاذ أيمن فتيحة. وده طبعا استكمال للمسيرة اللي بدأها الفنان الراحل والأستاذ فؤاد المهندس لتقديم كلمتين وبس. برضو بيتكلم في سلوكيات وسلبيات وكيفية علاجها بشكل معاصر بقى دلوقتي ويناسب الأيام اللي احنا فيها. كل سنة وكل مذيع راديو في مصر بألف خير. كل سنة ومذيعي الراديو 90 90 تحديدا بألف خير.